يلا طلاب نجي هسه للإنر إير. طلاب أريد أوضح شغلة بخصوص الإنر إير. الإنر إير شلون أقول لكم، من أصعب أو أصعب محاضرة راح نأخذها بالإير بالإذن هي الإنر إير. ليش؟ لأن أغلبية الطلاب تعاني منها، أغلبية تجي يابا أنا ما فهمت هاي الإنر إير، شلون أنا فهمها، شلون أتعامل معاها، ماشي. وهي الإير يعني بصفته أنه هي إذن، يعني الإذن مالتنا تكون كلش صغيرة، يعني حتى العمليات اللي تجرى بالميدل إير وبالإنر إير هي عمليات يعني كلش كلش تحتاج دقة، وبعض الدول أصلاً ما تصير بهاي العمليات. فدراسة الإذن يحتاج لها شوية صور كل شوية، شوية صور كل شوية، شنو هاي صور كل شوية، أوكي. فأني وضحت لكم إياها بطريقة خرافية، أوكي، وبسلايدات وترتيب فتشي، ماشي، عن وضفت لكم ملخصات، ضفت لكم ألوان على مود تظل ببالكم الملاحظات، أوكي، زي الصور عالية الدقة، ماشي. فإن شاء الله يعني تطلعون من هاي المحاضرة اللي البعض من يقراها يحسها صعبة، أنتم راح تطلعون منها تحسوها سهلة، ماشي إن شاء الله. يعني يلا خلينا نبدي. أول شيء الإنر إير، الإنر إير أما نعتبرها إنر إير أو نعتبرها إنترنال إير، هاي قلت لكم عليها، أوكي، اثنيناتهم بمعنى الإذن الداخلية. طلاب نيجي للإنر إير. الإنر إير هي هاي، هي هاي ببساطة، هاي اللي أنا حوطتها هي هاي الإنر إير. من تتكون لي هاي؟ تتكون لي من عظام، من تجاويف عظمية، وبداخل هاي التجاويف عظمية أكو تجاويف غشائية. يعني شلون؟ تعالوا وياي. هذا العظم، هذا التجويف عظمي، أوكي، خلنا رسمه دائرة، هذا التجويف العظمي، أوكي. بداخل هذا التجويف العظمي الورد اللي رسمته، هذا التجويف شنو؟ هذا اللي رسمته هسه بالأزرق هو التجويف غشائي، ماشي. فالتجويف العظمي إحنا شنو نسميه؟ التجويف العظمي نسميه بوني لابرنث. من تسمع كلمة لابرنث تعني الإنر إير، تعني الإنر إير، أوكي أوكي. فهذا بوني لابرنث، ليه سميناه بوني لابرنث؟ لأن هو إلى علاقة، لأن هو تجويف عظمي، أوكي زين. وهذا اللي بداخل التجويف العظمي اللي هو التجويف الغشائي، أوكي، اللي هو هذا، شنو هذا؟ شنو نسميه؟ نسميه ممبرينس لابرنث. وينه؟ سميه ممبرينس لابرنث، أوكي. فشنو نسميه؟ نسميه ممبرينس لابرنث، أوكي، يعني هاي اختصارها ممبرينس لابرنث. نجي نسأل عدة أسئلة. هاي التجاويف العظمية مداخلها هاي التجاويف الغشائية؟ هاي التجاويف الغشائية راح تملي كل التجاويف العظمية من جوا؟ لا لا، عبارة عن دكت، قنوات محاطة داير مدايرها بغشاء. هاي القنوات موجودة داخل التجاويف العظمية. شلون راوينا صورة إذا تشوفون طلاب؟ هاي التجاويف العظمية هنا أنا شايلها، أوكي، عن ما تصير بيها كلش واضحة. هاي التجاويف العظمية، هلا اوضحها هيك، هاي بس احنا شايلين فوقها على مود تبين جواها التجاويف الثانيه، اوكي، التجاويف الغشائيه تبين جواها. هاي التجاويف العظميه اللي انا هسه رسمتها، دقيقه، هاي التجاويف العظميه اللي انا هسه رسمتها، اوكي، من شلتها شفت بداخلها، شفت بداخلها، دقيقه، التجاويف العظميه خلينا نرسمها بالوردي لان احنا اخذناها بالوردي، اوكي، اي. فاحنا ايش راح نشوف جواها؟ نشوف جواها هاي الزرقاء، هاي المائيه، هاي تشوفون هاي التجاويف، هاي اوكي، هاي شنو هذني؟ عباره عن ذني القنوات الغشائيه او التجاويف الغشائيه، نسميها ممبرينس لابرنث، ماشي ماشي اوكي، اللي هن هذني رسمتين زين. هذا الفراغ وهاي، هاي كلها عباره عن التجاويف العظميه. شوفوا هسه هنا التجويف عظمي هذا، بس اني ما شايله، ما قاطمه هيك، ما شايله هيك، ما موخره، ماشي. بس هذا بالاحرى جواه، من اطب جواه بهذا التجويف، اوكي، اللي هو مثل الحلزوني، شوفوا شلون مفتر هيك، هذا التجويف اللي نسميه كوكليا، هسه راح ناخذها كوكليا، اوكي. شنو نشوف جواه؟ نشوف جواه هذا الانبوبه اللي ممتده، انت تشوفوا هاي الانبوبه ممتده، راح تمتد داخله، اوكي، على طول هذا الانبوب، اوكي. بس سؤال، هل هي محتله كل التجويف العظمي؟ شوفوا بس ركزوا لي، هذا التجويف العظمي وهذا التجويف العظمي، وشوفوا هذني القنوات، شوف هذني الساك، هذا هاي هذا ساك تشيس، اوكي، تشيس غشائي، هاي القنوات الغشائيه، ما محتله كل الفراغات اللي هي مالت التجاويف العظميه، اوكي. فخلوها ببالكم انه يابا هاي التجاويف الغشائيه ما محتله كل التجويف العظمي، يعني انا ما اقدر ارسمها هيك، ما اقدر ارسمها هيك واقول انه هي محتله كل التجويف، لا غلط، وانما هي محتله جزء من هذا التجويف، اوكي زين.
بداخل تجاويف الطلاب. هسه احنا اول شيء عرفنا انه يابا اكو عندنا هنا بالميدل اير عندنا تجاويف عظميه، وبداخل هاي التجاويف العظميه اكو قنوات او تجاويف نسميها شنو، نسميها غشائيه او قنوات غشائيه او شياسه غشائيه. اوكي اذا تشوفون هذا الشيس، اوكي الشيس هذين بداخلهن فلويد، هسه راح نعرف شنو داخلهن المن فلويد. اوكي اوكي هسه اريد نقرا. الانر اير كونسيست اوف ذا، تتكون لي من سلسله من البوني كافيتيز، يعني تتكون لي من سلسله من التجاويف العظميه. اللي شو نسميها التجاويف العظميه بالانر اير نسميها بوني لابرنث. اللابرنث معناها الانر، يعني الانر اير هاي كلمه لابرنث. اوكي فمن اسمع لابرنث يعني انا اقصد انا بالانر اير. اوكي اوكي او تتكون لي من ممبرينس دات اند ساك. اللي شو نسميها ممبرينس لابرنث. اوكي اوكي يعني هاي التجاويف العظميه البولي لابرنث موجود داخلها داكت، قنوات غشائيه او كياسه ماشي ساك غشائيه. اوكي ممبرينس within these cavities، يا هي يقصد انه هاي الممبرينس داكت او الممبرينس ساك الاثنين تنسميه الممبرينس لابرنث موجوده داخل البوني لابرنث داخل هذا تشوفون هنا اللي هي هنا وهن موجودات داخلها. اوكي اوكي فعرفنا انه يابا احنا عندنا تجاويف عظميه بالانر اير، وهاي التجاويف العظميه داخلها عباره عن داكت، قنوات او كياسه ماشي. هاي القنوات مفتوحه من الداخل ويمر بيها فلويد، يمر بيها سائل. اوكي اللي هي الساك والداكت. اما التجاويف العظميه هم يمر بيها فلويد، يمر بيها فلوس 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 شنو فلويد. اوكي الفلويد اللي هو يحيط داير مداير الممبرينس لابرنث، يعني هنا فلويد. اوكي وكو داخل هاي الممبرينس لابرنث همين اكو فلويد. اوكي وهسه راح ندرسين وبعدين راح نعرفين. All these structures are in the petrous part of the temporal bone. قلنا يابا انه الاذن كلها بكل اجزائها داخل ال petrous part of the temporal bone، وهاي اخذناها ودرسناها. اوكي اللي هو هذا ال petrous part of the temporal bone. اوكي بعد شنو between هاي الانر اير بين between ذا صايره يعني بين من بين ال middle ear اللي هي هاي وبين الانترنال اوكستيك مياتاس. طلاب احنا مو عندنا اكسترنال اوكستيك مياتاس يعني تجويف السمع الخارجي اللي هو هنا وهنا صوان الاذن. اوكي انا عندي من هنا من الداخل عندي شيء اسمه انترنال اوكستيك مياتاس اللي هو هذا تمر بيه اعصاب، تمر بيه اعصاب وهاي الاعصاب تنقل الاحساس السمعي ترجع للبرين ماشي للدماغ، ترجع للبرين للدماغ وهذا الدماغ يفسر هذا السمع، بالتالي احنا نفهم السمع. وهسه راح ناخذ الميكانيزم بشكل كامل يعني ميكانيكي بشكل كامل. فلاترالي صايره للانر اير هي الميدل اير، وميديالي صايره الانترنال الانترنال اكستيك مياتاس ماشي ميديالي صاير. اوكي هسه الامور كلش سهله. فالانر اير اني هسه هاي الملخص مال الحكي اللي حكيته. الانر اير ماشي اصنفه الى صنفين، صنف اللي هو البوني لابرنث اللي هو التجاويف السمعيه سوري التجاويف العظميه ماشي، والى ممبرينس لابرنث اللي هي موجوده داخل البوني لابرنث. اوكي اوكي فهسه احنا نجي اول شيء للبوني لابرنث نجي ندرسها. البوني لابرنث طلاب هو عباره عن تجاويف عظميه موجوده بالانر اير، اسميها هاي التجاويف العظميه تقسم الى ثلاثه اقسام ماشي يعني الى ثلاثه اسماء، يعني كل تجويف نسميه باسم معين. اول تجويف اللي هو يكون حلزون الشكل نسميه كوكليا، وهسه راح اراويكم شكله اللي هو هذا اللي هو هذا هذا اول تجويف صاير انتيريرلي. زين هنا دكتور بس تعال ركز وياي، شو هنا صاير كلهن يعني صاير هاي هنا بوستيرير وهاي انفيرير بالعظمه؟ لا ترى هنا لان الصوره 2D طلعت لكم هيك، بس انا من اروح 3D اوكي الصوره ما تطلع هيك، يعني خلي اروح لكم الصوره هسه تقريبا تشبه ال 3D. اوكي هسه دقيقه هاي اذا تشوفون هاي الكوكليه شلون صايره انتيريرلي، هذا جزء انتيريرلي هنا تقعد العيون ترى. اوكي فهذا جزء انتيريرلي وهذا جزء بوستيريرلي هنا لاترالي. اوكي اوكي فهاي الكوكليه شوفوا شلون صايره انتيريرلي، اما باقي الاجزاء صايره شوف راجعه بوستيريرلي ماشي ماشي. فالكوكليا وين صايره؟ صايره انتيريرلي. فاول جزء هسه احنا خلصنا اللي هو الكوكليا. اوكي خلينا نرجع كوكليا بعدها يجي شيء اسمه فيستيبيول، يعني هذا الجزء الحلزوني اللي راح ارسمه هيك، يجي بعد جزء ورا اللي هو هذا اللي رسمته اني، هذا نسميه فيستيبيول وهاي نسميها كوكليا اللي شكلها حلزوني. اوكي ومن هذا الفيستيبيول تطلع لي
كنالز. هاي كنال نسميها سيمي سيركولر. شنو سيمي؟ يعني شبه. هاي كلمة سيمي يعني شبه. سيركولر يعني دائرة، يعني قنوات شبه دائرة. يعني شلون؟ همو هاي دائرة، هن شبه دائرة، هي تصير شكلهن. أوكي؟ يعني مثل القوس، هي تصير شكلهن. أوكي؟ فلذلك سميناها سيمي سيركولر. أوكي؟ رمين تطلع، تطلع من الفيستبيول، فإذا تشوفوها تطلع من هنا، عبارة عن ثلاث قنوات، ثلاث قنوات، واحدة صايرة انتيرير، وواحدة صايرة بوستيرير، وواحدة صايرة لاترال. أوكي؟ طبعًا دقيقة. واحدة صايرة انتيرير، سوري عيد ترتيبهن، هاي انتيرير، وواحدة بوستيرير، وواحدة صايرة لاترال، واللاترال صايرة هوريزنتال، يعني هيك صاير شكلها، هيك مايلة. أوكي؟ يعني بشكل عرضي، هيك صايرة. أوكي؟ أوكي. نجي نكمل. هسه عرفنا يابا ايش قد عددهن ذني القنوات، القنوات اللي راح تطلع من الفيستبيول، عددهن ثلاثه كنالز تجاويف، هذني كلهن تجاويف. بداخل هنا يمر سائل، هذا السائل نسميه بري لنف. ليش سميناه بري لنف؟ هسه اقول لكم بعدين ليش سميناه بري لنف. فسريت تعرف انه يابا بداخلهن هذني اكو سائل، بداخلهن سائل يمشي. اوكي، وهذا السائل شنو فائدته؟ بعدين اقول لكم شنو فائدته، ما نريد نراكم المعلومات. ماشي، هسه شنو نيجي لهنا نشوف يابا احنا منين تجاويف العظميه منين متكونه عندي. اوكي، طبعا هنا شايلين احنا التجويف العظمي اللي فوقاهن عن مود تبين اللي داخلها اللي هو الممبرينس لابرينث، بس انا راح افرض لك اياها رسم، يعني راح ارسم لك اياها وراح اراويكم صوره همين ما شايليها، ما شايلين التجاويف. اوكي، هاي الكوكليا، هاي الكوكليا هنا ما شايلين، طبعا ما شايلين العظم عن مود نبين هاي الدكت اللي تمر جواها مخليها. اوكي، هاي الكوكليا اول تجويف. ثاني تجويف هاي الكوكليا، بعدين وين تنفتح هاي الكوكليا؟ تنفتح لي بشيء ثاني اللي هو هذا، هذا الشيء الثاني تنفتح اياه هو اللي هو الفيستبيول، اللي هو الفيستبيول. اوكي، اللي هو هذا التجويف العظمي. بداخل الفيستبيول هم اكو داكت داكت وكو ساك. اوكي، قنوات ممبرينس داكت وممبرينس ساك، ومن هذا الفيستبيول تطلع لنا القنوات. اذا تشوفوهن وحده انتيرير ماشي، وحده بوستيرير، وهاي لاترال. وهسه راح اراويكم شلون صايرات وحده انتيرير وحده بوستيرير وحده لاترال. اوكي، خلينا نجي هسه احنا شنو نوضح لكم، اوضح لكم شلون صايرات هذني، شلون القنوات. شوفوا طلاب، هنا عباره عن التجاويف العظميه، اشيل هذني التجاويف العظميه اجي داخلهن اللي هو الممبرينس لابرينث اللي هو هذا، بس اشيلهن. اوكي، فاذا تشوفون هاي الكوكليا وهذا الفيستبيول، وشلون من الفيستبيول طالع السيمي سيركولر كانالز. اوكي، سيمي سيركولر كانالز. اوكي، اللي هن هذني. اوكي، اراويكم شلون اشكال هذني السيمي سيركولر كانال. اذا تشوفون هاي الكوكليا صايره انتيريرلي، بعد الكوكليا خلي اجي ارسم، هاي الكوكليا صايره انتيريرلي، بعد الكوكليا تنفتح بشيء اسمه فيستبيول. اوكي، وهذا الفيستبيول تطلع منه ذني القنوات، ذني منه السيمي سيركولر كانال. اوكي، ماشي، اجي للسيمي سيركولر كانال، اكو وحده صايره انتيريرلي، وكو وحده صايره لاترالي او هوريزنتالي، يعني صايره هيك عرضيه. اوكي، ولا تنسون هنا انتيرير وهنا بوستيرير، مثل ما هنا قلت هنا انتيرير وهنا بوستيرير وهنا لاترال. اوكي، فوحده صايره انتيرير او سوبرير. اوكي، انتيرير او سوبرير اقدر اسميها، ووحده صايره بوستيرير، ووحده صايره لاترال. اوكي، هاي سيمي سيركولر كانال اللي اثنين كلهن ذن وين يطلعن وين يصبن؟ بالفيستبيول. يعني اذا تشوفون هنا هذا شنو؟ هذا الحلزون ماشي اللي هو الكوكليا. اوكي، هاي الكوكليا وين تنفتح لي؟ تنفتح لي بشيء اسمه فيستبيول، ومن هذا الفيستبيول تطلع قنوات ثلاثه اللي هي انتيرير كانال، وكذلك اللاترال كانال، والبوستيرير كانال. اوكي، كلهن وين ينفتحن ذني؟ وين ينفتحن؟ ينفتحن بالفيستبيول اللي هو هذا الفيستبيول. اوكي، وذني الكانال. فكلش صارت واضحه الكافيتيز. هو انا اريد اوضح هاي المعلومه ماشي، هاي الصوره تفيدكم، هاي صوره كلش عملاقه. ليش؟ لان هاي صوره 3D، نقدر نقول عليها 3D. شوف شلون وضحت لك الكوكليا صايره انتيريرلي، يا بسيمي سيركولار كانال صايره بوستيريرلي، يا بعد الكوكليا راح يجي شيء اسمه فيستبيول، وهذا بالفيستبيول ينفتح بيه ثلاث كانالز. اوكي، اوكي، فهسه خلصنا، خلصنا من البوني لابرنث، هاي البوني لابرنث. فبالبوني لابرنث ايش قلنا؟ قلنا انه يابا عندنا الكوكليا وعندنا الفيستبيول وعندنا 3 سيمي سيركولر كانالز. اوكي، اوكي، بعدين نجي بالممبرينس لابرينث ونوضحها. ما عليكم هسه احنا اهم شيء نجي ناخذ التجاويف، فعرفنا هالشيء ماشي. طلاب احنا ايش قلنا؟ راح ارجع ارسم لكم هنا اعيد الرسمه همين بالوردي وبالازرق. شوفون هنا التجاويف هاي. اوكي، طبعا هاي رسمتها مربع احسن، نرسمها دائره احسن عم توضح اكثر.
هاي هي اللي هي هاي التجاويف العظمية اللي هي نسميها البوني لابرنث، اللي هي البوني ماشي، البوني لابرنث ماشي. واجي ارسم جواها التجاويف او الكنال او الساك اللي هي هن الممبرينس لابرنث، الممبرينس لابرنث والبولي لابرنث، وراح اجي اقارن بيناتهم مقارنة بسيطة ماشي. فهاي شنو هاي؟ هاي الممبرينس، دقيقة هذا ليش ما يكتب، الممبرينس لابرنث مم، دقيقة ممبرينس اوكي، ممبرينس لابرنث ماشي. طلاب اكو سائل داخل البوني لابرنث، داخل البوني لابرنث، داخل البوني اكو سائل، هذا السائل ما يدخل للتجاويف اللي موجودة هنا وانما يحيط بيها، يعني ما يدخل للممبرينس لابرنث من 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 الداخل او الداكت من الداخل ما يدخل لها، لكن يحيط بيها. بما انه هذا السائل يتصف بانه هو لمفاوي، سائل لمف، سائل لمفاوي، اذا تشوفوه سائل لمف اوكي لمفاوي، وبما انه يحيط بهاي الداكت وما يدخل بيها سميناه بري لمف، سميناه بري لمف. خلي اجي ارسم لكم اياه، اجي هنا اشخبط لكم، هذا البري لمف، هذا البري لمف اوكي، هذا البري لمف. خلي اجي اسوي لكم اياه بالاخضر. طبعا هاي المحاضره حتكون وقتها كلش طويل عن متوضح الفكره طلاب، لان هاي الطلاب يعانون منها ماشي، خصوصا بالفيزيولوجي، يجي بالفيزيولوجي مصفط ليش مقار الاناتومي مالتها. فهاي البري، البري لمف ماشي، البري لمف اوكي، البري لمف زين. نجي هذا البري لمف ليش سميناه بري؟ بري بمعنى محيط، دقيقه ما ارسمها، بري بمعنى محيط، لمف يتصف بالصفه اللمفاويه ماشي، فهو سائل محيط بمن، ليش محيط؟ ليش سميناه محيط؟ محيط بالممبرينس لابرينث اوكي زين. بداخل هاي الممبرينس لابرينث سائل يختلف، شوف ركز وياي، سائل مو نفس هذا السائل اللي موجود هنا، مو نفس السائل اللي موجود هنا، لا داخله سائل ثاني هاي الممبرينس لابرينث. هذا السائل شنو نسميه؟ شنو نسميه هذا السائل؟ دقيقة بس خلي اجي اختار لكم اياها. هذا السائل شنو نسميه؟ مو مرتي عن ود ما تصير دوخة، نرجمها. هذا السائل شنو نسميه؟ نسميه اندو لمف، اندو لمف. ليش سميناه لمف؟ لان يتصف بالصفه اللمفاويه. ليش سميناه اندو؟ بمعنى داخلي، يعني داخل الممبرينس لابرنث، يعني داخل الممبرينس لابرنث. وهنا سميناه محيطي بري لمف لان يحيط بالممبرينس لابرنث ما يدخل جواه اوكي اوكي. فارجع لكم اللي هنا اقول لك يابا انه اني هنا شوف راح اجيكم للفيستيبيول اوضح لكم على الفيستيبيول، وهذا الحكي يتطبق على الـ على الكوكلي وعلى هاي الكنال اللي موجوده هنا اوكي اوكي. بس دقيقه خلي ادم ماشي. شوفوا طلاب عيني بس باعوا لي، هاي هنا اكو سائل، شو نسمي هذا السائل؟ نسميه بري لمف، بري ماشي لمف ماشي. ليش سميناه بري؟ دقيقه بري، ليش سميناه بري؟ يعني محيطي. ليش سميناه لمف؟ يتصف بالصفه اللمفاويه زين. وهاي الساكيول وهاي الممبرينس داكت اذا تشوفوهن ذني بالازرق داخلهن سائل، هذا السائل اسميه اندو لمف. ليش سميناه اندو لمف؟ ليش سميناه لمف؟ لان يتصف بالصفه اللمفاويه، اللمفاوي سائل لمفاوي كلكم تعرفوه اوكي. ليش سميناه اندو؟ لان داخل الساك ممبرينس ساك او ممبرينس داكت او ممبرينس لابرنث اوكي زين. شنو فرق الممبرينس داكت عن الممبرينس لابرنث؟ طلاب احنا ايش قلنا؟ قلنا يابا انه الممبرينس داكت والممبرينس لابرنث ساك اثنيناتهم اقدر اسميهم ممبرينس لابرنث اوكي اوكي. يعني الممبرينس لابرنث يقسم الى داكت ويقسم الى ساك، هاي خلوها ببالكم. هذا الحكي اللي هنا بعدين اجي اتطرق له من ناخذ ان شاء الله الممبرينس لابرنث اوكي. نيجي هسه نقرا البوني لابرنث، نيجي نقراها ان ديتيل. اول شيء ناخذ الفيستيبيول. طلاب اول شيء المفروض احنا ناخذ الكوكليه اوكي، بس احنا راح نبدا بالفيستيبيول هنا اللي غرض به. ليش؟ لان هذا الفيستيبيول بالنص، ينفتح من هنا الكنال وينفتح من هنا للكوكليه لهذا التجويف اوكي. فلذلك اخذت انا الفيستيبيول بالبدايه، انتم تشوفون فالفيستيبيول قرينا كل شيء عنه وعرفنا كل شيء عنه، بقى بس نجي نقرا هنا أنا. ها اجي اوضح هنا بعد شغله عنونه صغيره بالفيستيبيول، اريد اوضحها طلاب. بالفيستيبيول هذا
وينفتح برا الكوكليا ومن هنا تنفتح بيه قنوات اللي يسميها سيمي سيركولر اللي هن ثلاثة أوكي، اللي واحدة لاترال واحدة انتيريور وواحدة سوري هاي اللاترال وهاي الانتيريور وهاي البوستيريور أوكي أوكي، يعني هاي بوستيريور وهاي لاترال وهاي انتيريور أوكي. زين هنا راح تنفتح كنال قناة، هاي القناة تروح للانفيريور كرينيال فوسة، اكتبوها هاي المعلومة كلش مهمة، تروح للانفيريور كرينيال فوسة تنفتح أوكي. زين هاي الكنال ليه شنو فائدتها دكتور؟ ليش فتحنا احنا هاي الكنال؟ هاي الكنال من فائدتها انه داخل الفيستيبيول مو اكو سائل، مو هاي الفيستيبيول هذا الفيستيبيول ماشي، بداخل الفيستيبيول طلاب مو قلنا يابا اكو ساك واكو داكت، يعني اكو ممبرينس لابرنس ويحيط بيها سائل، وداخل هاي الممبرينس لابرنس سائل، هذا السائل اريد اسوي له درينج، اريد اصرفه، ما اريد اخليه بس يضل بالاذن يخيس، اريد انا اسوي له تجديد مستمر، يعني اطلعه واطبب سائل جديد، اطلعه واطبب سائل جديد ماشي، فهمتون شلون؟ فعن طريقها انا فتحت داكت. سويت شوفوا طلاب، خلي اجي ارسم لكم اياها هنا عن توضح الفكره، لان الطلاب تعاني منها. شوفوا هذا شنو، هاي الممبرين، هاي البوني لابرنث، هذا البوني لابرنث. شوفوا ليش انا دا تاخر ليش هسه راح اصير محاضره ساعه، ليش عن مود انتم توضح الفكره لكم. وهاي الساك دا تشوفون هاي الساك متواصله واحده بالثانيه ماشي، متواصله واحده بالثانيه، خلي اجي ارسمها عدل، هاي الساك طبعا هذا الرسم هيك عشان توضح الفكره ماشي، وبداخل هذا برا الساك بالبوني لابرنث ماشي، هسه هنا شنو هذا؟ هذا ممبرينس لابرنث، خلي هيك اكتب اختصار هلين طويله، يحيط بالممبرينس لابرنث اللي هو داخل البوني لابرنث اللي هو شنو؟ اللي هو البريلمف اوكي، البريلمف ماشي اوكي. وهذا هنا راح ينفتح لي قناة اوكي، من هنا راح تطلع طبعا هنا الانفيريور كرينيال فوسة اوكي وداخل هاي الممبرينس لابرينث اكو كذلك سائل اللي هو هذا رسمته بالوردي اوكي، اللي شو نسميه اندولمف، فهذا البريلمف اوكي، وهذا الاندو راح اكتب بس اول ثلاث كلمات اندولمف، اول اربع كلمات ماشي. هذا شلون اصرفه طلاب؟ ركز وياي بكل كلمة نقولها. هذا الاندولينف اصرفه انه يطلع من هنا ويطب الكنال ويطلع. وهذا الاندولينف اصرفه انه يطب من هنا وطلع من هنا ويطلع. اوكي؟ عن طريق قناة. هاي القناة اللي هي هاي. اوكي؟ إذا تشوفون هاي القناة شلون مفتوحة؟ تمتد من هنا تنفتح لي بالفيستيبيول. لذلك سميها فيستيبيولر، ليش؟ انت فتح بالفيستيبيول ماشي، وهاي الفيستيبيول ماشي هاي الفيستيبيول عبارة عن قناة عظمية، وهاي القناة العظمية يمر داخلها قناة غشائية، هاي القناة الغشائية مالت من؟ مالت هذن مالت الممبرينس لابرنث. إذا تشوفون هنا الممبرينس لابرنث شوفوها، بس شوفوا شلون مفتوحة واحدة على الثانية، وبيها الاندولينف وهنا البريلينف، هنا الاندولينف يطب بذن الدكتات ويطلع من هنا ويطلع اوكي، فهمتوها؟ خلي اعيدها، امسح كل شيء واعيد. شوفوا هذا الاندولينف يطلع مين؟ من الممبرينس لابرينث، يطب بهاي القناة، هاي القناة اللي يطب بيها، ما طب بهذا القناة. شوفوا طلاب هاي القناة انا شو راح اصنفها الى قناة عظمية وبداخلها قناة غشائية، القناة الغشائية اللي بداخلها تطبب الاندولينف عمود يطلع، والقناة العظمية اللي هي الكبيرة ماشي تطلع البريلينف ماشي، وين تطلع؟ تطلع بالنهاية بساك، هذا الاندولينف شوف ركز وياي، احنا امشي ما معنينا بالبريلينف، رفك من البريلينف، انا احكي عن الاندولينف، يطب بهاي القناة يطب يمشي ينتهي بساك اللي هو هذا التجويف، شو نسميه هذا الساك؟ نسميه اندولينف ساك، يعني هسه هو اول شيء طب باندولينف داكت، هاي الاندولينف داكت موجوده داخل هاي البوني داكت، شو نسميها هاي البوني داكت؟ نسميها فيستيبولار اكويداكت، ليش سميناها فيستيبولار اكويداكت؟
اول شيء من مميزات هاي الفيستيبولار اكوداكت موجوده داخلها الاندولنفاتيك داكت ماشي. ليه سميناها فيستيبولار؟ لان موجوده بالفيستيبول تنفتح بالفيستيبول ماشي ماشي. ليه سميناها اكوي؟ اكوي بمعنى فلويد ماشي، سائل بمعنى سائل ماشي. ليه سميناها داكت؟ لان هي قناه، فهاي القناه حتى يمر من خلالها الاكوي اللي هو السائل الداكت. اوكي اوكي، اعيد على السريع، ركزوا وياي للي ما فهم ماشي. عندنا احنا اندولنف، وعندنا احنا شنو؟ عندنا اندولنف وعندنا بريلنف. الاندولنف شلون اني اصرفه؟ شلون اني اطلعه ماشي؟ هذا الاندولنف اريد اجدده، ما اريد اخليه يخيس يظل ماشي ماشي. شلون اطلعه؟ اطلعه عن طريق داكت. هاي الداكت شنو نسميها؟ نسميها اللي هي هاي بالازرق، هاي الداكت نسميها اندولنفاتيك داكت. هاي الاندولنفاتيك داكت موجوده داخل داكت عظميه، داخل قناه عظميه نسميها فيستيبولار اكويداكت ماشي. هاي الاندولنفاتيك داكت من تمشي داخل الفيستيبولار اكويداكت تنتهي بساك بتجويف يشبه البالون ماشي، نسميه اندولنفاتيك ساك. هذا الاندولنفاتيك ساك وين صاير؟ شوفوا هنا وين صاير السايت مالته، الموقع يقول لك بتوين ذا لاير اوف ذا ديورا ماتر. طلاب احنا دارسين المننجيس اللي تحيط بالدماغ، قلنا يابا احنا ايش عندنا؟ عندنا يابا بيا ماتر اللي هي تلزق على الدماغ، وعندنا اركنويد ماتر، وعندنا ديورا ماتر. قلنا الديورا ماتر هي نفسها تنقسم لي الى بريوسيال لاير، وتنقسم لي الى مننجيال لاير. واللي ما فهم اللي انا دا احكي حاليا يروح يبحث بجوجل، يكتب مننجيس layer of the meninges وتطلع له، تطلع له انه يا الديورا ماتر اللي هي الطبقه الخارجيه مالت المننجيس مالت السحايا الدماغ ماشي، مقسمه الى قسمين ماشي. هاي عيت هنا، هاي البيا ماتر، وهاي الاركنويد ماتر، وهاي الديورا ماتر مقسمه الى طبقتين. هذا الساك موجود داخل هاي الديورا ماتر، يعني موجود بين الطبقتين مالتها. اوكي وضحت؟ وضحت اكيد يعني ماشي ماشي. فهسه نجي نقرا، نجي نقرا عن الفيستيبيول. يقول لي the vestibule which contain the oval window ماشي، oval window and its lateral wall. اذا تشوفون هذا الفيستيبيول، اجي ارسمه، هذا الفيستيبيول طلاب، هذا الفيستيبيول. يقول لك هنا موجوده oval window اللي درسناها بالميدل اير، فيقول لك وين موجوده؟ باللاترال وول مالت الفيستيبيول، فموجوده باللاترال وول اللي هو الاوفال ويندو. اوكي اوكي، ات كوميونيكيت انتيريرلي. شوف طلاب هنا نجي، هنا نجي، اعيد لكم، اعيد لكم، شوف هاي الصوره قلت لكم كلش واضحه. يقول لك هذا الفيستيبيول اللي هو صاير هنا انتير يلي ويا الكوكليا، وبوستر يلي ويا من؟ ويا السيمي سيركولار كانال. اوكي بوستيرو سوبر يلي ويا السيمي سيركولار كانال. يعني هنا تشوفون هاي الكوكليا، هاي الكوكليا اوكي، وهذا الفيستيبيول هنا، هاي البوستيرير ماشي، ولفوق سوبرير، فصايره بوستيرو سوبرير المن للفيستيبيول. اراويكم هنا صوره، هاي الكوكليا انتيريور، انتيريور صاير الفيستيبيول، وهاي صايره بوستيرو سوبرير للمن للفيستيبيول، يا هي سيمي سيركولار كانال. فشنو يقول لك هنا؟ يقول لك انتيريور اللي راح يتمفصل ويا الكوكليا، بوستيرو سوبرير ويا من؟ ويا السيمي، يعني شبه سيركولار كانالز. اوكي انارو كانال اللي هي الفيستيبيولار اكويداكت اللي شرحناها، اللي هي هاي. اوكي ايش بيها؟ ليف ذا فيستيبيول يعني تطلع من الفيستيبيول ماشي، اند باس ثرو ذا تيمبورال بون ماشي، تو اوبن ان ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا بيتريس بارت اوف ذا تيمبورال بون. يعني يقول لك انه يابا هاي الفيستيبيولار اكويداكت، تعالوا تعالوا وياي هنا، شوفوا طلاب، هاي الفيستيبيولار اكويداكت يمر جوا هذا الازرق، اذا تشوفوه هذا الازرق او السمائي، هاي اللي هي اللي هو الاندولنفاتيك داكت ماشي، هاي مر من جواها. وين تنفتح لي؟ تنفتح لي بالفيستيبيول. اوكي هسه هاي اول معلومه عرفناها، تنفتح وين؟ تنفتح بالفيستيبيول ماشي. هاي وين تمر؟ داخل البترس بارت اوف ذا تيمبورال بون، مو هي تشوفوها شلون تمشي داخل البترس بارت اوف ذا تيمبورال. وين تنفتح لي؟ تنفتح لي بالبوستيريور سيرفيس اوف ذا بترس بارت. اوكي يعني هنا انتيريور سيرفيس وهنا بوستيريور سيرفيس، هي تنفتح لي بالبوستيريور سيرفيس اوف ذا بترس بارت، فبالبوستيريور سيرفيس اوف ذا بترس بارت اوف ذا تيمبورال بون. اعيدها اعيدها اعيدها. اوكي هنا بالصوره بالك تطلع واضحه، شوفوا هنا شلون مرت. اوكي فتحت بالبوستيريور سيرفيس اوف ذا بترس بارت اوف ذا تيمبورال بون، هنا بوستيريور سيرفيس وهنا انتيريور سيرفيس. اوكي اوكي يعني وين انفتحت؟ هسه اراويكم بالتطبيق همين.
ماشي نانا تشوفوها وين انفتحت؟ انفتحت بالبوستيريور سيرفيس اوف ذا فيتراس بارت اوف ذا تمبورال بون. هذا الانتيريور سيرفيس وهذا البوستيريور سيرفيس. شلون هي انفتحت بالبوستيريور سيرفيس؟ اوكي يعني هنا هي انفتحت اوكي. فهذا الانتيريور سيرفيس هي انفتحت بالبوستيريور سيرفيس اوف ذا فيتراس بارت اوف ذا تمبورال بون، لان هذا الفيتراس بارت اوف ذا تمبورال بون. ماشي نجي نكمل، نجي نرجع. فخلصنا من الفيستيبيول، نجي هنا لحاله كلينيكال most common وكلش مهمة ويجيب لكم إياها الدكاترة، اللي هي vestibular aqueduct syndrome. شنو سيندروم دكتور؟ شنو متلازمة؟ شنو فرق؟ طبعا هالمعلومة لكم أوكي. شنو فرق المتلازمة عن من؟ عن من؟ عن نسل، عن الديزيز المرض. شنو فرق المتلازمة؟ ليش أقول هذا بي داون سيندروم؟ ماشي مرض داون سيندروم. ليش هذا أقول يابا بي مرض، سوري هذا ليش أقول بي سيندروم متلازمة داون، وليش هذا أقول بي مرض؟ شنو فرق المتلازمة عن المرض؟ المتلازمة هي متلازمة تلازمك طوال حياتك ما تروح منك، مثل من؟ مثل الدايبيتس ميليتاس. ماشي أقدر أقول عنه متلازمة، ليش؟ لأن راح يرافق الإنسان طوال حياته. من متلازمة داون اللي يعني مع الأسف، مع الأسف اللي يسموه مجتمعنا، مجتمعنا منغولي. ماشي هذا ليش سموه من، ليش سموه منغول؟ لأن هاي راح ترافقه. ليش سموه متلازمة؟ لأن هاي راح ترافقه طوال حياته. نجي للديزيز، يا بعاني تمرضيت بإنفلونزا أسبوع وتروح أوكي. المرض مو دائم، وإنما بس أخذ علاج يروح أوكي. أوكي خليها بايكم. ففرق المتلازمة اللي هي سيندروم عن الديزيز المرض، لازم تكتبوها هاي الملاحظة لكم، يمكن أنتم تتخرجون وما تعرفوها اوكي. فلازم تعرفون هالملاحظه من هسه عن ما تكونون يوردي بكل متلازمه تقروها. شنو هاي؟ ليش نسميها فيستيبولار اكويداكت متلازمه؟ متلازمه الفيستيبولار اكويداكت اوكي. ليش نسميها هنا الفيستيبولار اكويداكت؟ الانسان اول ما ينولد اوكي تكون اللارجد يعني متضخمه هي والساك مالتها، فهي هاي الفيستيبولار اكويداكت كلها هي والفيستيبولار، هي والاندولينفاتيك داكت اوكي متضخمه اوكي. وهاي الاندولينفاتيك ساك هم متضخمه، فتطلع لبرا تضغط على الدماغ. ماشي تطلع لبرا وتضغط على الدماغ. فشوفوها شلون متضخمه هاي الفيستيبولار فيستيبولار ساك وهاي فيستيبولار اكويداكت. فتشوفون هنا اللارجت فيستيبولار اكويداكت وهنا اللارجت اندولينفاتيك ساك اوكي. اوكي نجي بعد وين؟ اذا تشوفون شلون طالعه اللي هنا وضاغط على الدماغ اللي هنا انه موجود اوكي، مما يسبب انه يمنع، يمنع شنو؟ يمنع الهيرينج. بعد ما الانسان يسمع، بعد ماكو سمع، اول ما ينولد ما يسمع يكون اطرش اوكي. فاحدى اسبابها والموست كمان اول ما ينولد الانسان ما يسمع هي اللارجد اوف فيستيبولار اكويداكت. هاي شنو هذا المختصر؟ اي يعني اللارجد، في يعني فيستيبولار، اي يعني اكويداكت اوكي. هي condition caused by malformation in the inner ear، تشوه بالinner ear إنه الvestibular aqueduct يتضخم، that leading to loss of hearing and vestibular function. يعني شنو vestibular function؟ طلاب من وظيفة الvestibule إنه موازنة، سامعين بالإذن إنه توازن الشخص، إذا واحد عنده خلل بالإذن بعد ما يقدر يوازن، ما يقدر يمشي، ما يقدر يقوم أوكي. فعنده بالفيستيبولار فانكشن بالموازنة ما جسمه ما يقدر يقوم يتطاطح أوكي. وكذلك loss of the hearing يعني بعد ما يسمع. هاي ال EVA شنو اختصارها؟ اللي هو هذا اللي هو اللارج فيستيبولار داكت، يقول لك هو most common بالإنر إير مالفورميشن. يعني شوف أغلبية الأشخاص أول ما ينولدون ليش ما يسمع؟ بسرعة خلي بالك فيستيبولار أكويداكت سيندروم اللي هو اللارج بالفيستيبولار أكويداكت and vestibular sac أوكي. أوكي طبعا هذا شي سبب لي إنه sensory hearing loss، يعني إنه بعد واحد ما يسمع ما يحس بالسمع، يعني من أحكي ما يحس ما يسمعني أوكي. شلون اكتشفه؟ من خلال السيتي سكان. السيتي سكان اللي راح تدرسوها ان شاء الله مستقبلا، اللي هي عباره عن نقدر نقول اله من خلالها يفحصون دماغك من جوا اوكي. اوكي وانا مراويكم صور عنها اللي هي السيتي سكان. نجي للفيستيبولار داكت، للفيستيبولار كانالز. الفيستيبولار كانالز كلش بسيطه طلاب، اللي احنا شرحناها من طالعه هاي الفيستيبولار كانالز، طالعه هاي الفيستيبيول. فيستيبولار كانالز شنو؟ سوري سيمي سيركولار كانال. طلاب هاي لين شرح وقت كل شوي، فشوي يعني ال أظل أسحق هواية. أوكي عندنا هنا اللي هو هذا الفيستيبيول، من الفيستيبيول تطلع الكنال اللي هن هذني أوكي، اللي هو اللاترال كنال والسوبريور أور
or anterior canal وكذلك posterior canal. إذا تشوفون هنا تعالوا هنا نتوضح لكم الصورة كلش كامل. هذا الفيستيبيول من يطلع منه هاي الانتيريور كانال، هاي الانتيريور كانال او اقدر اسميها سوبريور كانال، فهاي اما اسميها انتيريور كانال او سوبريور كانال. اوكي هاي اللات، هاي البوستيريور كانال، هاي البوستيريور كانال وهاي اللاترال كانال. شوف اللاترال كانال راح ارسمها بالاخضر، ليش؟ لان صايره هورزنتال عرضيه هيك صايره، فسميها هورزنتال كانال يعني عرضيه ماشي، او لاترال كانال جانبيه تروح لاترالي. اوكي اوكي وين هنا؟ هنا هاي الانتيريور كانال وهاي اللاترال كانال وهاي البوستيريور كانال. اوكي اوكي نجي نحكي عنهن. اقول لي بروجكت بوستيريور سوبريالي دايركت فروم ذا فيستيبيول، قلنا تطلع من الفيستيبيول بوستيريور سوبريالي. اوكي اند ار هي شنو قسمها؟ انتيريور اور سوبريور كانال، بوستيريور كانال، واللاترال اور هوريزونتال سيمي سيركولار كانالز. اوكي each of these canals form 2/3 of the circle. ليش سميناها سيمي؟ لان هي شبه دائريه. ليش؟ لان هي 2/3 of the circle يعني ثلثي السيركل. اوكي يعني هذا السيركل اللي هو ثلاث اثلاث، اوكي هي ثلثي الشكل ماشي، ثلثي. اما الثلث الثالث فهو ما هو، اوكي يعني هيك يكون شكلها، هيك يكون شكلها. اوكي ارسم لكم اياها اللي هو هيك يكون شكلها. اوكي وتنفتح لوين؟ بالفيستيبيول. connect to both end of the vestibule يعني يقول لك من هنا تنفتح بالفيست، يعني بالاند اثنيناتهم ينفتحون بالفيستيبيول. اوكي يعني هنا كلهم ينفتحون بالفيستيبيول بالتو اند مالتها، يعني من هنا ومن هنا. اوكي اوكي هنا احد الصفات اللي بيها هاي الفيستيبيولار كانال، انه من جهه وحده اذا تشوفون هاي الفيستيبيولار كانال من جهه وحده تتضخم، تتضخم من جهه وحده، والجهه الثانيه ما تتضخم، يعني تنفتح دايركت بالفيستيبيول. قبل لا تدخل بالفيستيبيول تتضخم، تكون لي شيء اسمه امبوله اللي هو هذا التضخم، هاي الدائرة. اوكي تعالوا وياي هنا، هاي الصورة حتوضح لك التضخم اللي هو انا راسمه. شوف هاي السوبريور اور انتيريور سيمي سيركولار كانال شلون ماشي من هنا؟ مفتوحة بالفيستيبيول. اوكي مفتوحة بالفيستيبيول، من هنا مفتوحة بالفيستيبيول، لكن من هنا تضخمت قبل لا تدخل بالفيستيبيول، كونت شيء اسمه امبولة اللي هو هاي الدائرة النقاط ماشي اللي انا راسمها. شو نسميها؟ نسميها امبولة. امبولة يعني تضخم، امبولة يعني تضخم، تضخم عظمي. اوكي اوكي وداخلها اللي هي السيمي سيركولار داكت اللي بعدين راح ندرسها اللي هي ممبرينس لابرنث، اللي داخلها ما راح يتضخم ويكون شيء اسمه امبوله. اوكي اوكي تمام طلاب. طبعا هذا السلايد نسيت نسيت اوضحه، يعني قبل لا ندخل الكوكلي خلي اعيد لكم هذا السلايد على السريع. اوكي قلنا هسه احنا بداخل البوني لابرنث شنو عندنا؟ عندنا البري اوستيوم، اما داخل ممبرينس لابرنث ايش عندي؟ عندي البري اوستيوم سوري البري لمف، اما داخل الممبرينس لابرنث عندنا الاندولينف. اوكي اوكي قلنا يابا انه داخل البوني كافيتيز موجود الممبرينس لابرنث. اوكي اوكي زين البوني لابرنث معلومه بسيطه، يقول لك هذا البوني لابرنث مبطن، مبطن من الداخل بالبري اوستيوم اللي هو سمحاق العظم. تعرفون انتو كل سمحاق عظم مغلف ماشي بالبري اوستيوم، اما هذا فيكون يعني هيك مبطن من الداخل بسمحاق العظم البري اوستيوم. اوكي اوكي هذا يقول لك اما الممبرينس لابرنث سسبندد، يعني شنو يعني معلق او يعني مربوط ماشي within the بري لمف، يعني معلق داخل البري لمف. هذا البري هذا البوني لابرنث وهذا الممبرينس لابرنث، فهو معلق او يعني مغمور او داير ما دايره يا هو البري لمف، فسسبندد يعني معلق او موجود داخل. اوكي بس مو موجود داخله وانما داير ما دايره يا هو البري لمف. But not filling all space of the bony labyrinth. شنو يقول لك؟ يقول لك يابا هذا الممبرينس لابرنث ما راح يملي لي كل البوني لابرنث، وهاي اخذتها المعلومه ماشي؟ ما قلناها انه ما قلنا انه راح يملي كل البوني لابرنث، هذا اللي دا نحكي عنه يا هو اللي هو الممبرينس لابرنث. اوكي؟ معلومات كل سخيفه وشرحناها 1000 مره. نجي لهنا للكوكليا، الكوكليا